السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس أسامة سعيد، شركة IET Middle East Intelligent and Advanced لتجارة معدات وأجهزة الفحص، دبي الإمارات العربية المتحدة. زي ما انتم عارفين احنا شركة متخصصة في أجهزة تشخيص الأعطال والبرمجة لجميع أنواع الشاحنات، وإحنا وكيل شركة جالتيست الأسبانية وديم إسبورت الإيطالية. اليوم احنا ان شاء الله هنسجل فيديو نشرح فيه طريقة فحص للشاحنات الإيفيكو، وده كان بناء على طلب لمتابعينا من بعض الدول العربية زي ليبيا والعراق والسودان وبعض الدول الأخرى، لأن احنا كنا نزلنا قبل كده فيديوهات عن الفولفو وعن المرسيدس وعن الشاحنات المان. ان شاء الله خلينا نبدأ. انا بستخدم حاليا شاشة تاتش سكرين، شاشة لمس، احنا جربنا قبل كده اشتغلنا عليها وحسينا اللي هي يعني احسن واسرع في الشرح. زي ما انتم شايفين دي واجهة البرنامج الرئيسية للجال تيست. زي ما احنا عارفين عندنا اقسام، السي في اللي هي اختصار كلمة كوميرشال فيكل، السيارات التجارية اللي نقصد بيها دول كلهم، شاحنات، تريلات، وباصات والسيارات التجارية خفيفة ومحركات صناعية. وعندنا الاوف هاي واي الاو اتش دبليو اللي هي باللون البرتقالي، تشمل جميع انواع المعدات والمولدات والمكانس، وعندنا المعدات الزراعيه. خلينا نرجع للسي في. هنا بنروح على شاحنات، بعدين بنختار البراند. زي ما انتم شايفين هنا عندنا 60 براند، جميع انواع الشاحنات الاوروبي والامريكي والاسيوي. هنا بنختار البراند اللي هو عندنا اليوم الايفيكو، وبعدين بنختار الموديل، مثلا نختار استريلس يورو 6، ونختار يورو 6 من بعد 2016. طبعا السوفت وير بيشتغل باللغه العربيه وبيشتغل باكتر من 25 لغه اخرى. خلينا نجرب نحوله عربي وبعدين نرجع تاني. انا بحب اشتغل عليه انجليزي بصراحه، ولكن العربي ترجمه كويسه ومعقوله جدا. كتير من بعض الدول العربية بيهتموا جدا بموضوع اللغة العربية. احنا بقالنا اكتر من 8 سنوات تقريبا بنعمل ترجمة للسوفت وير مع الشركة، وفي ترجمة ما شاء الله بنسبة كبيرة، هوريكم بس عينة منها وبعدين نرجع مرة تانية رجعوا انجليزي واشتغل عليه بالانجليزي، عشان انا عاوز اخش في تفاصيل خاصة بالايفيكو. انا كنت نزلت فيديو قبل كده عن الفولفو، وبصراحة ما كنتش متوقع اللي هو يعمل مشاهدات كتير، لان الفيديو كان طويل جدا حوالي 40 دقيقة او 39 دقيقة، وده كان اطول فيديو عملناه، ولكن سبحان الله كان من اكتر الفيديوهات انتشارا. يعني نرجع تاني هنا نشوف ان طبعا هنا كل شيء اتحول باللغة العربية. لو رحنا على الشاحنات، طبعا دي براندات او اسماء مش ينفع تتغير. بعدين مثلا بنختار نفس الشيء هنا الستريلس يورو 6، اوكي. هنا بيظهر كل حاجة عندي بالعربي، مثلا نختار المحرك وبعدين نحدد فيشة الفحص. هنا فيشة الفحص، طبعا في الحالة دي بنوصل الجهاز، ادي جهاز الجال تيست وادي فيشة الفحص اللي هي الـ OBD الحديثة. بنوصل الجهاز على الشاحنة ووايرلس او عن طريق الـ USB كيبل بنقدر نعمل اتصال. هنا عندي options اللي هو وحدة اتصال جال تيست، عندي طريقة الاتصال في USB وفي بلوتوث، تمام. فانا حاليا موصل عن طريق USB، ممكن اعمل تيست اختبار كده انا وصلت بالجهاز. بقفل هنا وارجع مرة تانية وبعدين اعمل اتصال. طبعا احنا مفعلين البرنامج في وضع المحاكاة simulation. هنا ظهر عندي الايقونات، يعني كده حاليا داخل الكمبيوتر المحرك في تشخيص الاعطال، ممكن نشوف الاعطال من هنا. طبعا كل شيء هيبقى بالعربي، قراءة وحدة التحكم، ذاكرة وحدة التحكم. عندي هنا الفحوصات النظام، جميع الفحوصات، اختبار الاسطوانات، الضغط العالي، الفرامل. عندي برضو هنا التوظيف المكونات اللي هو الاكتويشن تيست، اختبار اللي هو مثلا غلق الاسطوانات، لفات المحرك، درجة حرارة سائل المبرد، ضغط الوقود، المروحة. كل ده زي ما انتم شايفين بالعربي، وفي كل شيء بتحول للغة العربية. طيب انا هعمل فصل، هرجع تاني احول السوفت وير للانجليزي. في طبعا اسباني انجليزي عربي هنا منزلها عندي على الجهاز، بس طبعا ممكن ننزل اي لغة تانية، في فرنسي، ايطالي، الماني، اي لغات اخرى. هرجع احوله انجليش. طبعا انا متعود عليه من زمان باللغه الانجليزيه. زي ما انتم عارفين احنا يعتبر من اقدم الموزعين مع شركه جال تيست، ويعتبر احنا ممثل لشركه جال تيست في الشرق الاوسط. احنا بادئين مع الشركه بحوالي 11 او 12 سنه.
والحمد لله خلال الفترة ال 12 سنة الماضية، يعني جال تيست انتشر في الشرق الأوسط وفي دول الخليج بطريقة كبيرة، ويعتبر جال تيست حاليا هو تصنيفه رقم واحد في المالتي براند، جهاز فحص للأنظمة المتعددة والأنواع المتعددة. رجعنا تاني للبرنامج بعد ما حولناه للغة الإنجليزية، هنختار الشاحنات ايفيكو، وبعد كده هنختار الموديل اللي احنا عاوزين نفحصه. في الحالة دي احنا قلنا هنفحص استريلس يورو 6، وبعدين اخترنا اول اختيار. عندنا ظهر عندي جميع الأنظمة اللي اقدر افحصها، وهنا عندي بعض الاختيارات سيستم سيلكشن، يعني انا اختار نظام معين وادخل عليه مباشرة زي المحرك مثلا، او اول سيستم سكان، انا بعمل سكان لكل الشاحنة بالكامل لجميع الأنظمة. هنا اخترت المحرك، بعدين هنا فشت الفحص ووصلت الجهاز زي المرة الماضية، برضو وصلنا الجهاز، وصلنا الفيشة في الشاحنة، واحنا كده جاهزين على الاتصال. طبعا البرنامج او جهاز الكمبيوتر بيتكلم مع جهاز الاتصال اللي هو الجال تيست، وجهاز الاتصال بيتكلم مع الشاحنة، فهو ده يعتبر الوسيط اللي بينقل او بيترجم لغة الشاحنة. طبعا احنا كده جاهزين على الاتصال، بنعمل كونكت، بنضغط على الايقونه اللي لونها برتقالي، وبعدين نعمل اتصال. طبعا بيبدأ الكمبيوتر يتكلم الجهاز، والجهاز يتكلم مع الشاحنه. مجرد ما حصل اتصال ما بين الجهاز او الكمبيوتر والشاحنه، تظهر عندي الايكونز اللي انتم شايفينها دي، الايقونات دي طبعا ممكن تزيد وممكن تقل حسب الاختيارات او حسب النظام اللي احنا داخلين عليه. هنا احنا حاليا هندخل على الدايجنوزيس اللي هي علامه سماعه الطبيب. هنا بنعمل تشخيص للاعطال، دايجنوزيس يعني تشخيص الاعطال. بيجي لي الاعطال هنا باللغه الانجليزيه، ما احنا شايفين طبعا كنا احنا عملناه عربي كان عربي، كولن تمبريتشر سنسور. حاليا الاعطال ديت في وضع الديمو، محاكاه كنوع من التعليم. احنا هنا عندنا سيميوليشن اللي هو نظام محاكاه. العطل الاول هنا الكود، عدد مرات تكرار العطل اللي هي اكس واحد، لو اتنين او ثلاثة او اربعة معناها تكرر مرتين او ثلاثة او اربعة. كولن تمبريتشر سنسور يعني حساس درجة حرارة المية. طيب لو احنا عايزين نشوف معلومات عن الحساس ده، لان هو عاطينا مثلا عطل باللون الاحمر معناها عطل نشط، هنا اللون الاحمر معناها عطل نشط، وباللون اللي هو الاسود او الرمادي معناها عطل غير نشط، not non-present error. لو هنا ضغطنا على علامة الاستفهام، بيجي لي معلومات عن العطل او الجزء اللي فيه المشكلة. هنا بيقول لي component related to the error، يعني العناصر او الاجزاء اللي ليها علاقه بالمشكله ديت او بالحساس دوت. طيب هنا كولنت تمبريتشر سنسور، لو ضغطت هنا بيجيب لي صوره للجزء اللي فيه العطل اللي هو الحساس في الحاله ديت وشكله، تمام، واللوكيشن تبعه، النقطه الحمراء دي على الماكينه ده اللوكيشن تبعه، وفي نفس الوقت بيجيب لي صوره برضو حيه او صوره حقيقيه من السياره فيها مكان الحساس. طيب نقدر نضغط هنا على العلامة ديت او نضغط هنا على الدياجرام عشان نفتح مخطط الكهرباء بالكامل. طبعا هنا اضغط هنا هيفتح لي المخطط الكهرباء، وهيعلم لي على الحساس حرارة المية اللي احنا كنا بنشوف مكانه الحين. طبعا بليز ويت، هو بيفتح المخطط الكهرباء. مخططات الكهرباء في جال تيست رائعة جدا جدا جدا، اللي بيتعامل مع جهاز الجال تيست بيعرف قيمة المخططات الكهرباء. هنا ده الحساس، وده البن او السلك رقمه 39، والسلك الثاني رقمه 59 اللي هو علامة السالب، اللي هو ده ارضي، خط ارضي. انا ممكن اكبر الصورة كده شوية عشان تشوفوها. هنا ادي الحساس، لو وقفت عليه يجيب لي صورته، كولنت تمبريتشر سنسور، لو ضغطت عليه مرتين هيفتح لي صورته في شاشة اكبر ويجيب لي نفس المعلومات اللي احنا شفناها قبل كده. طيب هنا النقط ديت معناها الفيشة، لو سحبنا لفوق كده اتنين، فيشة اتنين، هنا اتنين واتنين نقط، معناها كل دي تحت فيشة رقم اتنين. فين فيشة رقم اتنين؟ لو ضغطنا في النص هنا وعملنا دبل كليك هيجيب لي صورة الكمبيوتر الماكينة، اللي هو ده الكمبيوتر الحديث الاي دي سي 17، اي دي سي 17 ده تبع الشاحنات الكم الرقيل. هنا ادي فيشة واحد وفيشة اتنين، والبين رقم واحد في فيشة اتنين بيبدأ من هنا، وبعدين الترتيب اتنين، خلينا نستخدم القلم، واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا لغاية 24. يبقى البن اللي تحتيه
3 25 شو 24، يبقى هنا 25 26 27 وهكذا، وهنا 73 لغاية 86، سوري 96، آسف 96، معناها كل فيشة فيها 96 بن. طيب نرجع هنا، يبقى طبعا هنا مكان الكمبيوتر، هنا جايب لي كمان صورة ممتازة جدا، جايب لي فيها كل الأنظمة اللي في السيارة فين مكانها. يعني مثلا خلينا نشوف هنا، A سنترال كمبيوتر، الكمبيوتر الرئيسي، B ديسبلاي نافيجيتور اللي هو النافيجيتور كلنا عارفينه، اللي هو زي النظام اللي هو النافيجيشن، C الشاشة انسترومنت كلاستر اللي هي الشاشة اللي هي C، هنا الشاشة اللي قدام السواق، D انجين مانجمنت كنترول يونت اللي هو وحدة التحكم في الماكينة، هنا مكانها على الماكينة جهة اليسار جهة السائق. عندنا E بيد مديول بي ام، اوكي ده عبارة عن كنترول ليه علاقة بالسرير اللي داخل الشاحنة. الاف جير بوكس اي سي يو كمبيوتر الجير، هنا راكب على الجير في المكان دوت، وعندي الريتاردر اي سي يو جي الريتاردر. طبعا الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي او بيشوفوا الفيديو دوت، بالنسبه للجي الريتاردر، ايه هو الريتاردر؟ في ناس ما عندهاش فكره عن الريتاردر. الريتاردر هو عباره عن نظام بيركب في اخر الجير قبل الدرايفنج شافت، ده الشافت العمود اللي بينقل الحركه للعجل للطواير. الشافت دوت بيركبه هنا النظام اسمه ريتاردر، ده بيستخدم كفرامل اضافيه عشان يهدي من سرعه السياره في حاله المنازل، لو هو نازل من مرتفعات من جبل مثلا، فالفرامل العاديه في الحاله دي ما تبقاش مفيده او مش كافيه، فبنقدر نهدي الشاحنه عن طريق الريتاردر ده، بيستخدم ضغط الزيت في عمل زي فرامل اضافيه. طبعا احنا عندنا كمان حاجه اسمها انجين بريك، فرامل الماكينه، يعني انا يعتبر عندي ثلاث فرامل في السياره، الفرامل الاساسيه وفي فرامل الماكينه وفرامل اللي على الجير اللي هي الريتاردر. ولكن فرامل الماكينه وفرامل الريتاردر اللي على الجير لا ما تقدرش توقف الشاحنه بالكامل، هي بس تهدي من السرعه وتقلل من سرعه الشاحنه في حاله مثلا الجبال او المرتفعات والمنازل وفي النزول في حاله النزول. طيب ده بالنسبه للريتاردر، ده في منه انواع طبعا، حاجه اسمها انتاردر واوتاردر، يعني في منه كذا نظام مختلف مش هنخش في تفاصيل، ولكن خلينا نشرح بقيه. هنا الاتش تاير انفليتيشن بريشر كنترول يونت، ده اللي هو خاص بالضغط ضغوط الهواء في الايه في الفرامل، تمام، اللي هو الاتش سوري في الطواير، في العجل بيجيب لي الضغط كل عجله. بعدين عندي بعض الانظمه الثانيه زي ما احنا شايفين. طيب هنا عندي اخر حاجه ووتر اديشنال هيتر، ووتر اديشنال هيتر واير اديشنال هيتر اللي هو الكي والال، هنا للهواء وهنا للميه. طبعا في البلاد البارده الدول الاوروبيه وبعض الدول البارده بيحتاجوا يبقى فيه هيتر للهواء، سخان للهواء وسخان للميه. خلينا نقفل هنا ونرجع تاني لمخطط الكهرباء، هعمل تصغير للمخطط. طبعا في مميزات جميله جدا في المخططات الكهرباء جال تيست، اللي انت تضغط على اي قطعه تقدر تجيب صورتها وشكلها ومكانها، ولو عملت دبل كليك يفتح لك الجزء ده مثلا فين وهكذا، زي ما انتم شايفين سهوله في اللي انت تشوف كل قطعه ووصف ليها دقيق. كمان تقدر نعمل بحث، يعني نقدر نعمل بحث، على فكره الجزء اللي احنا واقفين عليه ده من الاجزاء المهمه جدا في الماكينه اللي هو البريشر ريجوليشن فالف، ده اللي بيتحكم يعتبر في ضغط الماكينه، ضغط الديزل اللي طالع للبخاخات، ده يعتبر اهم جزء في التحكم في الماكينه، ممكن نبقى نتكلم عليه ان شاء الله بعدين. هنا شو كومبوننت ليست، هنا بيجي لي قائمه بجميع العناصر اللي هي راكبه على المحرك، حساسات بلوف او مثلا سويتشات ايا كان نوع. لو احنا بنعمل بحث ممكن مثلا نكتب هنا سنسور مثلا سنسور ونعمل بحث، بيجيب لي كل السنسورز اللي موجوده عندنا في الايه، لو انا اخترت مثلا هنا انجن سبيد ريت سنسور هيعمل لي هايلايت يعلم لي عليه، يبقى ده حساس اللي هو في الكام شافت، حساس السرعه في الكام شافت، لو ضغطنا عليه جاب لي صورته، دبل كليك هيفتح لي صورته، ادي الحساس عباره عن طرفين وشكل الحساس
في منه نوع من غير فيشة ونوع تاني بيجي بفيشة 3 أطراف حسب النوع اللي راكب ومكانه بيجي هنا في ال سوري هنا في اللوكيشن. النقطة الحمراء دي هو مكان الحساس. طيب هنقفل كده. طبعا كل المعلومات دي ممكن نخزنها في تقرير الفحص لان البرنامج اثناء الفحص بيحفظ تقرير، يعني اقدر اعمل كده اقول له اضافة في التقرير واقول له اوكي تمام كده اتحفظ الايه الجزء ده في التقرير. طيب هنرجع هنقفل هنا اوكي. طبعا زي ما انتم شايفين شباب، يعني عاوز اقول لكم حاجة بس معلومة، ده مخطط كهرباء واحد بس في كم صفحة؟ 5 صفحات. دي الصفحة التانية على 5، لسه هنا في صفحة تالتة بقيت المخطط، والصفحة الرابعة بقيت المخطط، والصفحة الخامسة. يبقى معناها مخطط كهرباء واحد بيشمل على كم صفحة؟ على 5 صفحات. وزي ما انتم شايفين صور لكل شيء في الشاحنة. ده مثلا حساس اللي تبع الاد بلو اوكي، هنا ادي حساسات الاد بلو كلها هي. كل ده في مخطط كهرباء واحد. ممكن يكون عندنا حوالي ما يقرب ل 100 صورة ومعلومة عن كل الأنظمة اللي في المخطط المحرك. ده مخطط واحد من ضمن احنا عندنا في البرنامج في الجالت السوفت وير اكتر من 41,000 مخطط كهرباء ل 41,000 نظام مختلف. يعني احنا ممكن الشاحنة اللي احنا بنفحصها الستريلس الموديل دوت ونفرض فيها 20 مخطط كهرباء 20 نظام، فانا عندي 20 مخطط بنفس الطريقة دي بكل التفاصيل اللي احنا شايفينها في شاحنة واحدة. نفس الشيء عندي الانواع التانية في الايفيكو، وعندي لجميع المرسيدس والفولفو والاسكانيا والمان وجميع انواع الشاحنات والمعدات. اجمالي مخططات الكهرباء في برنامج الجال تيست يزيد عن 41,000 مخطط كهرباء حاليا، ده في الاصدار الحالي. يعني لما بينزل اصدار جديد مثلا خلال الشهر ده، هينزل اصدار جديد خلال اسبوع تقريبا، الاصدار دوت بينزل فيه مثلا ما يقرب ال 1500 او 2500 مخطط كهرباء جديد لأنظمة جديدة الشركة بتطورها خلال الأشهر الماضية. فيعني أنا عاوزكم تتخيلوا كم المعلومات اللي موجودة في البرنامج. أنا طبعا قفلت مخطط من اللي أنا ضغطت هنا على الدايجرام وبعدين أرجع للخلف. طيب خلينا نقدر نشوف إيه ممكن نشوفه تاني. هنا عندنا هنا مثلا ميجرمنت هنقدر نشوف إشارات حية من الماكينة زي الضغوط، الحرارة، السرعة. دي طبعا دايرة الديزل بيجيب لي جميع الاشارات من المحرك. هنا الخزان الوقود للفلتر المبدئي، بعدين بيدخل على الكمبيوتر كنوع من التبريد، يعني عشان برضو النقطه دي مفهومه. الكمبيوتر الديزل ما بيدخلش داخل الكمبيوتر، هو من الخارج بس كنوع من التبريد، وبعد كده يروح على الترومبه. دي ترومبه الديزل فيها ترومبتين داخليه، واحده ترومبه ضغط منخفض، واحده ترومبه ضغط عالي اللي هو باللون الاحمر دوت. الضغط المنخفض بيسحب الديزل يمرره تاني على الفلتر الرئيسي، وبعد كده يرجع تاني للمضخة او الترومبة، وبعدين ينضغط بضغط عالي يروح لماسورة الديزل اللي احنا بنسميها كومر ريل بايب طبعا، وبعد كده بنوزع لجميع الانجكترات البخاخات. طبعا عندي خط طالع لكل البخاخات، هنا بيبقى 6 خطوط ل6 بخاخات او حسب عدد السلندر عندنا. ودي المعلومات عندنا. لو ضغطنا هنا بيجيب لي هنا اللي يعتبر السيستم ديسبلاي او المخطط لنظام الاد بلو او نظام البيئه. طبعا العادم بيطلع من الماكينه بيروح على وحده اسمها دي او سي، وبعدين الدي بي اف ديزل بارتيكولر فلتر. الفلتر ده اللي هو بيشيل جزيئات وجسيمات كربون، وبعد كده بيمر على دوسنج مديول. هنا بيتم حقن ماده الاد بلو فيها هنا عشان يحصل تفاعل كيميائي ما بينها وما بين الغازات العادم بحيث يقلل انبعاثات الضارة في الغاز، وبعدين يمر على الاس سي ار. الاس سي ار اللي هو سيلكتيف كاتاليتيك ريدكشن، وبعد كده بيخرج الى الجو. طبعا انا اعتقد سيستم النظام الاد بلو ده محتاج يتعمل له فيديو مخصوص نشرحه بالتفصيل، لان بصراحه اللي احنا بقى لنا تقريبا ما يقرب 4 سنوات لما كنا بنروح اسبانيا الفتره الاخيره، كل سنة بنروح مرتين علشان نعمل دورات تدريبية، كانوا بيشرحوا لنا نظام البيئة بالكامل لكل الأنظمة لكل الشاحنات، يعني في الإيفيكو وفي الإسكانيا وفي المان والفولفو، وبنتعلم إزاي نعرف مشاكل النظام وإزاي نصلحه وإزاي نحل مشاكله.
طبعا للاسف الدول الشرق الاوسط بيلغوا نظام البيئه. طبعا انا ضد الغاء نظام البيئه، ولكن هو الواقع كده، لان الحكومات مش عامله كنترول على الموضوع دوت، يعني سامحين بالموضوع او محدش بيراقبه. ولكن في اوروبا ده طبعا موضوع يعني غير مصرح به، واللي بيعمله يعتبر مخالف للقانون. زي ما انتم شايفين النظام، انا ان شاء الله هحاول ارتب فيديو اللي احنا نشرح فيه النظام الاد بلو بالتفصيل، لانه بصراحه هو من الحاجات المهمه جدا. بس خليني اعطيكم فكره مبدئيا عنه دلوقتي. هنا بيبقى عندي حساس بيقيس حاجه اسمها ال NOx، اللي هي نيتروجين اوكسيد، اللي هو اكسيد الكربون. الاكسيد الكربون ده هو الحاجه اللي احنا بنخاف منها جدا، وعشان كده هم عاوزين يقللوا اكسيد الكربون، النيتروجين، سوري، اكسيد النيتروجين في الغازات العادمة. طبعا هنا في حساس بيقيسه قبل، وفي حساس بيقيسه بعد، نفس حساس، يعني عندي حساسين. من ضمن الحاجات اللي الناس بتلغي النظام دوت علشان الحساسات دي على سبيل المثال يعني بتعطل باستمرار وتمنها غالي جدا، لان هي مش حساس عادي. الحساس ده عبارة عن ايه؟ في عبارة عن دايرة إلكترونية بتستقبل الإشارة، وبعدين تبعت الإشارة دي لخط الكام باص، كام باص اللي هو شبكة التحكم اللي في الشاحنة، وبتبعت الإشارة بال NOx ديت قيمتها كام قبل وبعد. يعني زمان في اليورو 4 ويورو 5 كانت الحساسات دي حساسات عالية، فالناس قدرت اللي هي تعمل ايميليتورز تقدر تخدع النظام، اللي هو يحط جهاز يدي إشارة وهمية بالإشارات ديت، بحيث يخدع النظام ويقول للنظام الأد بلو شغال. ولكن لما تم تطوير النظام في اليورو 6، طبعا الحساسات دي بقت بتبعت الإشارة للكان باص مباشرة، أو اللي هي كان باص اللي احنا قلنا عليها شبكة التحكم. وبرضو عندي بعض الأنظمة الأخرى إن شاء الله هنحاول إن احنا نعمل لها فيديو ونشرحها. هنا الشاشة اللي بعدها برضو تبع الأد بلو، عندنا هنا الـ DEF. DEF اللي هو ديزل اكزوست فلويد، اللي هو المادة اللي احنا بنحطها في خزان الديزل. ديزل اكزوست فلويد. طيب خلينا نرجع تاني هنا. طيب الميجرمنت برضو في عندنا طريقة اللي احنا نعمل ميجرمنت سيلكشن، يعني احنا نختار اللي احنا عاوزين نشوفه، مثلا ضغوط بريشرز، او مثلا درجات حرارة، نختار كل درجات الحرارة ونقدر نشوف درجات الحرارة بالطريقة ديت، عبارة عن مؤشرات، وهنا بيبين لي درجة حرارة المية، درجة حرارة الزيت، وهكذا. ممكن اختار انا كل الاشارات كله، عندي 69 اشارة متاحة، ممكن اشوفهم كلهم مرة واحدة. طبعا هنا يجيب لي تربين اكتويتور وكل انجن سبيد، دي سرعة المحرك اللفات. ممكن نروح الصفحة اللي بعدها، عندي 12 صفحة اقدر اشوف 6 بس كل صفحة، وهكذا. اوكي طيب نرجع للخلف من هنا. نقدر برضو، في انا نسيت اقول اوريكم حاجه، نقدر نشوف الاشارات كمنحنى، او اللي هي زي الرسم البياني كده. ولكن غير متاحه. حاليا غير متاحه في وضع الديمو. خلينا نرجع من هنا مره تانيه. طبعا عندي هنا في لسه بعض الوظائف الاخرى، زي هنا البارامترز، نقدر نغير بعض البارامترز. انجكتور كودينج دي من الحاجات المهمه، اللي احنا لما بنغير الانجكتور لازم نغير الكود، ودي من دي الحاجات المهمه. خلينا نكتب هنا. طبعا لما بنيجي نغير او نعمل اي برمجه، الجهاز بيطلب مني ان انا ادخل كلمه سر خاصه بوضع البرمجه. البرنامج ده بيشتغل في وضعين، نورمال مود وضع العادي ما بيحتاجش كلمة سر، ووضع البرمجة بيحول البرنامج لوضع الاكسبرت. وضع الاكسبرت اللي هو الوضع الاحترافي، الاكسبرت، او بيسموه الاكسبرت مود، الوضع الاحترافي انا بسميه وضع البرمجة، اللي احنا بنقدر نغير فيه مثلا سرعة الشاحنة، نقدر نغير الكواد تبع الانجكتورز، او نقدر نعمل بعض المعايرات او بعض البرمجة، وكمان نقدر نعمل كوبي لبعض، نسخ لبعض الوحدات التحكم، نقدر ننسخها وننسخها مرة تانية على كمبيوتر تاني جديد او مستعمل، ودي من الحاجات برضو اللي يتميز بها جهاز الجالتست. هنا احنا فعلنا وضع
المحاكاة هنا لو شايفين هنا وضع الاكسبرت، هنا مكتوب اكسبرت معناها دلوقتي اللي البرنامج او الجهاز في وضع الاكسبرت مود، وضع البرمجة. فنقدر هنا نشتغل ونكمل في وضع البرمجة. اوكي هنا بيطلب مني ان انا احدد اني انجكتور، ده الكود. طبعا لما بغير الانجكتور لازم اعمل له تعديل موديفاي بارامتر، وبعدين احدد الانجكتور رقم واحد او اتنين او كذا واقول له اوكي، وبعدين بيجي هنا اكتب الكود الجديد. الكود الجديد طبعا الكود الجديد ده عاده بيجي مع الانجكتور لما انا بشتريه جديد، تمام، بيجي مع الكود تبعه. وهنا في معلومات لو احنا عاوزين نعرف الكود نطلعه ازاي. اوكي كده احنا تمت الايه انجكتور كودينج. اوكي نخرج من هنا. طبعا هنا في مينتننس، في عندنا بعض العمليات اللي بتتم هنا من الحاجات برضو اللي هو نعمل العمليه ديت اللي هي بنعمل ريجنريشن لفلتر الدي بي اف فلتر، وهنا الريجنريشن برضو الاكزوست جاز افتر تريتمنت سيستم، وريبليسمنت كومبوننت لما انا اغير مثلا اي حاجه في النظام الاد بلو بقدر اعمل لها مينتننس من هنا. طبعا في حاجات كتير ما شاء الله نقدر نعملها ريبليسمنت. خلينا نرجع. الجهاز طبعا محترف جدا وفي الايفيكو في السيارات الاوروبيه والامريكي والاسيوي، وطبعا احنا بنقول في السيارات الاوروبيه التوب 7 السبعه الكبار بقى اللي هم الشحنات الايفيكو والاسكانيا والمان والمرسيدس والفولفو والرينو والداف والاسترا. طبعا التغطيه بنقول عليها فول كفرج. خلينا نفصل مثلا، احنا كده مثلا خلصنا فحص المحرك، نقدر نفصل من هنا ونختار اي نظام تاني، مثلا نختار الفرامل، نختار الجير مثلا جير بوكس او اي شيء تاني. خلينا نختار مثلا الفرامل، نفس الشيء ونوصل كونكت. طبعا الفيديو كده احنا تقريبا وصلنا ما يقرب ل 26 دقيقة، هحاول اختصر شوية. هنا الدياجنوزيس، انا كده في نظام الايه البريك الفرامل، ونفس الشيء بيجي لي مثلا الويل سنسور حساس العجلة الأمامية جهة اليمين فيها الراتر، الراتر اللي هي فيها زي الرفة. هنا بنقدر نشوف مكانها، يعني الحساس مش راكب مظبوط. هنا ممكن نجيب مخطط الكهرباء ونجيب الوايرنج دياجرام لنظام الفرامل. احنا شفنا المرة اللي فاتت مخطط الكهرباء للمحرك، ده كان ملوش علاقة بده خالص، ده مخطط تاني خالص للفرامل، وده البريك مديول تمام ومعلومات عنه، وكمبيوتر الفرامل هنا، وحدة التحكم موجودة هنا سنتر بريك يونت، هنا يعتبر كمبيوتر فرامل موجود فيها هنا، ادي الفيش تبعه. طبعا هنا عندنا اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة، التلات فيش وهكذا، كل التفاصيل موجودة. وعندنا بقى حساسات او مثلا بلوف، هنا مثلا حساس مثلا او سوري مش حساس، ده مديول اللي هو البريك مديول ستيرنج اكسل ليفت تمام، ونفس الشيء بقيه الاجزاء موجوده كلها عندي هنا بالتفاصيل بالصور. ممكن نروح للصفحه اللي بعدها. زي ما انتم شايفين كل ده مخطط تاني، يعني احنا شفنا المخطط رقم واحد، ده المخطط رقم اتنين، لسه في المخطط رقم تلاتة واربعة وخمسة ورقم 1000 و2000 لغاية 41000 مخطط كهرباء. على فكرة شركة جالتست بتبيع المخططات ديت للشركات الأخرى اللي بتصنع أجهزة، يعني مثلا شركة وابكو عندها جهاز فحص، ولكن جميع المعلومات الفنية من شركة وابكو شريها من جالتست، لأن شركة جالتست هي بتبيع المعلومات دي لشركات أخرى. معلومة تانية، في شركة بوش عاملة جهاز فحص شاحنات، جهاز فحص البوش أصلا بالكامل شركة جالتست هي اللي بتصنعه لشركة بوش، في اتفاقية تصنيع البرنامج والسوفت وير، بس السوفت وير بيغيروا شكله من بره، هارد وير وسوفت وير. هنا دايجرام ونقفل. يبقى احنا كده مثلا خلصنا، وفي هنا برضو سيستم تشيكس، وعندي اكتويت وميجرمنت اللي هي القياسات، ديسكونكت. وبقدر نخش على نظام تاني مثلا زي الجير، وعندنا اليسون جير بوكس لو هو راكب عليها اليسون، او هاي ترونيكس جير بوكس حسب اللي راكب، ونعمل كونكت على الجير. وهنا زي ما انتم شايفين بارامترز اويل تشينج و بارتي اوف مينتننس وكالبريشن مايرا، ونقدر نشوف مخطط الكهرباء للجير
طبعا في وظائف كتير جدا انا تقريبا لو قعدت كمان نص ساعة او ساعتين بشرح مش هقدر اخلص كل الوظائف اللي في البرنامج. انا بحاول اختصر. ده كمبيوتر الجير وصورة ليه وبرضه نفس المعلومات ونفس المخطط. ده مخطط تالت رقم تلاتة زي ما انتم شايفين، ولسه ده في صفحة تانية كمان. طيب خليني اخرج من هنا وبعدين افصل ديسكونكت ونشوف حاجة تانية. طيب نشوف ايه مثلا الشاشة instrument cluster ونوصل على الشاشة زي ما احنا شايفين measurement system display instrument cluster. هنا بيجيب لي جميع الاشارات من شاشة السيارة، جميع الاشارات اللي الشاشة بتستقبلها بنقدر احنا نشوفها هنا في الكمبيوتر. نقدر نشوف كمان شكل مختلف. تمام. طبعا المؤشرات لما بشغل السيارة في الوضع الحقيقي كل المؤشرات دي بتتحرك، ولو انا بعمل اختبارات مثلا لمبة يمين لمبة شمال او الانديكيتورز او الار بي ام او الكيلومتر كل ده بيتحرك معانا، مستوى الديزل كل ده بتبقى ايه اشارات يعني حية، بس لازم اكون موصل على الشاحنة واقدر ان انا اشوف جميع الاشارات ديت. طيب خلينا نرجع تاني كده. طبعا في هنا طبعا اكتويت اختبارات للشاشة، نقدر نختبر مثلا العدادات، نختبر الاكوستكس اللي هي الاصوات، ونعمل اختبار للانديكيتورز المؤشرات. لو انا ضغطت هنا مثلا السبيد انديكيتور اللي هو تبع السرعة وعملت كده تفعيل، وانا بشوف شاشة السيارة بشوف المؤشر بيتحرك وبينزل تاني كنوع من الاختبار. ده يعتبر زي اكتويشن تيست اختبار. اوكي خلينا، ونفس الشيء نقدر نختبر جميع العدادات الار بي ام انديكيتور نفس الشيء كده بيعمل. لو احنا داخل السيارة حاليا هنشوف المؤشر بيتحرك لفوق وبعدين بينزل تاني لتحت. الجهاز زي ما قلت لكم جال تيست ما شاء الله فيه امكانيات رائعة جدا، وميزة فيه سهولة الاستخدام زي ما انتم شايفين، كليك 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 سرعة. جهاز واحد تقدر نغطي بيه انواع كتير من الشاحنات. يعني انا دلوقتي انا وريتكم بس كام 3 أنظمة فقط ولا 4 أنظمة من الايفيكو. بعد احنا بنخلص بنرجع من هنا للخلف، الجهاز بيطلب مني ان انا احفظ تقرير فحص باللي انا عملته كله، فاقدر اقول له يس وبعدين احط رقم الشاحنه مثلا 1 2 3 4 5 واعمل له سيف. انا كده حفظت تقرير الفحص في عندي قاعده بيانات في البرنامج. هنا جي ار بي اللي فوق ديت، جي ار بي دي عباره عن قاعده بيانات كامله لجميع التقارير. لو فتحنا هنا نقدر نشوف. على فكره ده برنامج متكامل، الجي ار بي ده غير برنامج الفحص، ده برنامج يعني اداره الورشه جراش ريسورس بلاننج. نقدر عن طريقه اهو جراش ريسورس بلاننج دي قاعده بيانات متكامله فيها قائمه بجميع العملاء بجميع الشاحنات بجميع الريبورتات اللي احنا سجلناها. هنا مثلا فيكال ليست قائمه او الريبورتات التقارير، اقدر اشوف جميع التقارير. اخر تقرير اللي عملته النهارده بتاريخ 9/2 اقدر اعمل له معاينه اشوف التقرير واشوف كل التفاصيل اللي احنا عملناها خلال. طبعا هنا بيجي اسم الشركة، ممكن نحط اسم شركتك او اسم جراشك هنا واللوجو، هنا الجهاز ورقمه اللي احنا استخدمناه وكل التفاصيل اللي احنا عملناها. هنا مثلا لما حطينا صورة الحساس مثلا او صورة المحرك كل حاجة احنا عملناها زي ما احنا شايفين موجودة في التقرير. نقدر نحفظه بي دي اف، نقدر نعطيه للعميل لو احنا مثلا بنفحص العميل. اوكي طبعا انا بقفل هنا، بقفل برنامج جي ار بي. اوكي برجع للبرنامج اللي هو الايه جال تيست نفسه. زي ما انتم شايفين تغطيه كبيره جدا، فولفو مان ايفيكو سكانيا داف مرسيدس رينو هونداي هينو انترناشونال وكاتربيلر وفورد وكينورس. يعني عدد كبير جدا من الشحنات، 60 نوع تقريبا كل الشحنات اللي في السوق. وفي الاخر يعني احب اشكركم، ويا ريت يعجبوا الفيديو يعني يشارك في القناة ويعمل سبسكرايب، ولو عجبوا الفيديو يعمل له شير ممكن حد تاني يشوفه ويستفاد بيه. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مهندس أسامة سعيد IET Middle East Intelligent and Advanced
لتجارة أجهزة ومعدات الفحص. شكرا، السلام عليكم.